الكتاب التاني رواية وكأنه الحب. أنا طبعا سعيدة أوي أوي إن أنا يطلع لي عملين، في وعندي عمل المعرض اكيد ده برضو مجهود يا استاذه نوال. مجهود كبير طبعا جدا رهيب طبعا يعني، مجهود. لأن القراء بيبقوا هم عندهم شوق إن هم يقابلوا المؤلفين اللي بيقروا طبعا لهم، طبعا وإحنا بنبقى عايزين نسمعهم ونعرف آرائهم في صحيح شغلنا، صحيح وبنستفيد جدا من آرائهم، لأن طبعا هي دي حاجة مكون رئيسي في انك انت تكتبي ايه وتكتبي لمين وازاي. من الشغف بتاعي ان انا بحب دايما اكتشف المواهب الشابة، ده يعني جميل حاجة تانية بقى غير انتاجي الادبي طبعا يعني. طبعا بالنسبة لجمعية اطفال السجينات، ده عمري كله انا اديت وهبت جزء كبير من حياتي لقضية انسانية، بعتقد انها قضية مهمة وقضية بتمس القلب، لانه الاطفال دول ما لهمش ذنب ان امهاتهم اتسجنوا لسبب او لاخر، صحيح. سواء كانوا مذنبات فعلا او اسمحي لي احييكي بشكل كبير جدا وبشكل شخصي الحقيقه على اهتمامك بالشق الانساني ده بشكل كبير جدا بجد. ربنا يخليكي. انا من ضمن الابواب هنا في دنيا غرامي في فصل اسمه ان تكون انسانا. الله ان تكون انسانا دي احلى حاجه في الدنيا، صحيح، وانا مبسوطه ان مفيش احلى حضرتك. من الانسانيه. انا لاني الحمد لله جهاز الجانب متأصل جوايا، فهو ده اللي بيبقى المداد للكتابة، المداد للحياة، المداد للإحساس. صحيح والإحساس ممكن يكون بالألم أحيانا صحيح وبالأمل أحيانا، وكلاهما جميل، صحيح لازم نحس بالألم عشان نحس بالأمل، طبعا وهما الاتنين مكملين لبعض. فأنا الثلاث محاور اللي في حياتي سواء الصحفي او الكتابة أو الصحافة أو العمل الإنساني، الثلاثة بيلتقوا في رافد واحد يعني. صحيح يعني الصحافة بتديني التعامل او الاحتكاك والاشتباك اليومي مع الحياة، طبعا وبتعرفني بأنماط مختلفة من البشر وحكايات مختلفة، والكتاب ده بيضم كتير منها. والأدب طبعا بيصب فيه كل المشاعر بقى اللي أنا باخدها سواء من الصحافة أو من العمل الإنساني. العمل الإنساني بقى ده الاحتكاك المباشر بقى. هو ده أحلى حاجة ايوه حقيقي. أنا بنصح من خلال برنامج حضرتك كل السادة المشاهدين إن هم يكون في جزء من حياتهم ديديكيتد أو بيدوه بحب للعمل الإنساني، أي عمل إنساني يختاروه، لأنه صحيح ده فيتامينات، ده مضاد للاكتئاب، ده حاجة جميلة جدا إنك أنت تمدي إيدك وتساعدي ناس لا يمكن كانوا هيلاقوا حد غيرك يسمعهم ولا حد غيرك يتبنى قضيتهم. صحيح فالحمد لله. وأنا بالنسبة للسجينات بحس إنه إحنا لازم نبقى مؤمنين كلنا إن لازم ندي فرصة أخرى للحياة،